أخبار اليوم. لفتة إنسانية قام بها قسم باب الشعرية بعد عثور سيدة على طفلين تائهين أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة وتسليمهما للقسم. في البداية لم يتم التوصل إلى ثمة محاضر بغياب أطفال بأوصافهما، ولكن باستمرار الجهود تم التوصل إلى والدهما وهو عامل مقيم بالمرج وتعرف عليهما، وأكد أنه لم يحرر المحاضر بغيابهما، ولكنه كان دائم التردد على جميع المساجد والمستشفيات لنشر أوصافهما والبحث عنهم دون جدوى، ووجه الشكر لضباط القسم على جهودهم في إعادة الطفلين.